السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، الجديد ديال دور الصفيح بمدينة تمارة، وأخيرا نهاية البراكة، وأخيرا بداية عملية الهدم الكبيرة إن شاء الله. اللوائح راهم واجدين، الناس اللي غادي يريبوا راهم علموهم، لا في دوار أهل الحارت ولا في دوار في الناصر الشمالي ولا في سيدي محمد الشريف ولا ولاد مطاع الغربية. ولاد مطاع الغربية هنا كنشوفوا انه اربعه الدواور غتكون عندنا فيهم عمليه الهدم، يعني كنهضروا على عمليه هدم كبيره، يعني ما كنهضروش على براكه ولا جوج ولا 10 ولا 20، فربما كنهضروا على ازيد من 80 براكه، وهذا امر جميل جدا. هذه نقطه ايجابيه ان شاء الله. حنا الان كنتواجدوا بمدينه تمارة بالقرب من دوار الصاد في انتظار الدور ديالهم، تاهم الله يسخر لهم. فعمليه الهدم كنقولها ونكررها، يوم الاثنين ان شاء الله ازيد من 70 او 80 مستفيد غادي يدخل يوم الاثنين المشروع البساتين، وغادي نواكبوا معاكم الامور لحظه بلحظه. الله يسخر يا ربي، اكيد الناس كتسنى بفارغ الصبر بفارغ الصبر الدخول الى الشقق الجديده. الناس صراحه فرحانين، كاين اللي ما فرحانش مسكين ما عندوش باش يخلص، كله والظروف ديالو. يا ربي تفرجها على الجميع، يا ربي تفرجها. هادشي اللي غنقولوا، كنتمناو من الامور تمشي مزيان. عمليه الهدم غادي تكون في اربع نقاط مختلفه في نفس الوقت، وغنحاولوا نغطيوهم كاملين ان شاء الله بطريقه او باخرى، وغنشدوا لكم عمليه الهدم ان شاء الله. وفي نفس الوقت غنحاولوا نمشيو معكم لمدينه الصخيرات، ونشوفوا الناس اللي غياخذوا السويرتات ان شاء الله، ونشوفوا العمارات اللي غيتفتحوا ان شاء الله يوم الاثنين. يوم الاثنين غنشوفوا الضوء في مجموعه من العمارات، غنشوفوا الماء في مجموعه من العمارات، غنشوفوا وليدات صغار كيدشنوا الفضاء الخاص بالدراري الصغار، غنشوفوا كره القدم كتلعب في هذوك الملاعب ديال القرب داخل المشروع. فهذه كلها نقاط ايجابيه ان شاء الله. نتمنى من الله يحافظوا الناس على هذاك المكسب، كنتمنى من الله ان الناس دير اليد في اليد باش يبقى المشروع زوين، اليد في اليد باش وليداتنا يلعبوا في واحد الفضاء نقي. وهذه اهم حاجه، لان لاحظنا على المشروع ديال البساتين وحنا كساكنه ديال جي اش 2 ولا جي اش 3، فالفضاء